رغم اختلاف وجهات نظر الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان بخصوص مشروع تعديل الدستور الجديد، إلا أن منطق الأغلبية فرض نفسه بالموافقة على المشروع الذي ترى فيه الأغلبية البرلمانية استجابة لمطالب الجزائريين. الأغلبية صادقت على الدستور، وأن الأقلية امتنعت عن الحضور أو امتنعت، ومن ثم نحن نعتقد أن الكتل الموجودة هنا تمثل إرادة أحزابها وتمثل إرادة المناضلين والمناضلات وتمثل إرادة أجزاء كبيرة وتنوعات من الشعب الجزائري. الشعب سيقول كلمته في الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر. أتى الدستور اليوم بطابع استعجالي وكانت مناقشة محدودة، صحيح كنا نتمنى أنها تكون مناقشة موسعة، لكن نظرا للطابع الاستعجالي ولمحدودية عمر البرلمان وما تبقى له، الشعب سيقول كلمته بكل حرية في صناديق الاقتراع. الأحزاب والتشكيلات السياسية المتحفظة على مشروع تعديل الدستور اعتبرت أنه لا يرقى لطموحاتها، خصوصا في مجال الفصل بين السلطات. الوثيقة هذه هي شبيهة بالوثيقة الأولى التي جاءت، لم يتغير شيئا كثيرا، سواء بالنسبة لصلاحية الرئيس أو التوازن في الصلاحيات أو الفصل بين السلطات، هذا كله لم يتحقق. محاربة الفساد، محاربة التزوير، الثلث الرئاسي المعطل في المجلس الأمة ما زال. موقف الكتلة البرلمانية من الجانب الشكلي والإجرائي في تمرير مشروع تعديل الدستور على البرلمان بهذه الطريقة، اللي هي حالة الاستعجال التي حرمت النواب من الحق في المناقشة العامة والحق في التعديل على هذا المشروع باعتباره مررة بنفس الطريقة التي تمر به باقي مشاريع القوانين الأخرى. وفي انتظار تحقيق الإصلاح الشامل للدولة وبناء الجزائر الجديدة وفقا لتطلعات ومطالب الجزائريين، يبقى مشروع التعديل الدستوري مرهونا بكلمة الشعب في موعد الفاتح من نوفمبر المقبل.